والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة، وتفاصيل الاقتصاد مع الزميلة سارة نديب. تفضلي سارة. شكرا إلهام، شكرا أميرة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية لنشرة السادسة، أهلا بكم. قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إنه منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية كانت سيناء أحد أهم المواقع التي تعمل المنطقة على تطويرها وتنميتها، وذلك من خلال تطوير الموانئ البحرية التابعة والمناطق الصناعية. وأضاف جمال الدين أن الهيئة الاقتصادية ارتكزت في رؤيتها على العديد من المشروعات والاستثمارات التي تخدم أهل سيناء، منها الأعمال التي تتم حاليا في تطوير ميناء العريش تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للاستفادة والاستغلال الأمثل للموقع المتميز للميناء والعمل على زيادة الصادرات المصرية من المنتجات السينوية للأسواق الخارجية. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية سجلت حركة تداول السفن خلال شهر مارس الماضي بإجمالي حمولات بلغت 4,443,000 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 341,545 حاوية مكافئة من خلال استقبال 243 سفينة متنوعة. وأكدت الهيئة العمل دائما على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانيها. أعلنت محافظة سوهاج عن انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2023 بعد انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الأقماح الجديدة بصوامع وشون المحافظة. وقامت المحافظة بتزويد الساعة التخزينية للأقماح هذا العام لتبلغ الساعة التخزينية بصوامع المحافظة 152,000 طن، فيما تم زيادة أسعار توريد إردب القمح هذا العام ليتجاوز الأسعار العالمية للقمح، حيث وصل سعر توريد أردب القمح هذا العام إلى 1500 جنيه مع صرف المخصصات المالية للمزارعين والموردين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول. تم طبعا تشكيل لجنة الفرز من قبل الوزارة ممثلة في مندوب وزارة الزراعة، مندوب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مندوب وزارة الزراعة. طبعا بتدخل العربيات طبعا من بالترتيب من على البوابه، بيتم اخذ العينه وبيتم فحصها من قبل لجنه الفرز في المعمل. تم الاستعداد الشامل للموقع عن طريق اعمال النظافه والتبخير للصوامع وتجهيز لجنه الاستلام وفتح الموقع حاضر فتح للاستلام الاقماح المحليه وجاري الاستلام من الموردين، والامور منتظمه والتوريد ان شاء الله باذن الله يكون مبشر. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط حيث طغت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات شح الطلب على الوقود، وانخفض خام برنت بنسبة 44% ليصل إلى 81 دولارا و30 سنتا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 39% مسجلا 77 دولارا و57 سنتا للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 23% لتصل إلى $2.48 للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.48% لتسجل $2.20 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين تسلم دعوة للمشاركة في قمة البريكس القادمة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا على أي حال ستشارك بنشاط هذه القمة، مؤكدا أن بلاده تعتبر هذا التكتل مهما للغاية وتتزايد أهميته باستمرار. أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب لموسم 2022-2023 بلغت 40,700,000 طن حتى 24 أبريل الجاري، ولم تقدم الوزارة بيانات دقيقة للمقارنة حتى التاريخ نفسه قبل عام، لكنها قالت إن البلاد صدرت 45,700,000 طن من الحبوب حتى 27 أبريل من عام 2022. وعقب الحصار الناجم عن العملية العسكرية الروسية في 24 أبريل من عام 2022، تم السماح بتصدير من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود في نهاية يوليو الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة. أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن ماكارثي أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على خطة بشأن رفع سقف الدين والحد من الإنفاق، متهما رئيس جو بايدن بالتهرب من التفاوض فيما يلوح احتمال تخلف عن السداد في الإنفاق. حالة من القلق والتخوف تخيم على الأسواق المالية العالمية من التأخر في حسم الخلافات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس حول رفع سقف الدين الأمريكي مع اقتراب موعد تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها مايو المقبل في ظل غياب اتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس. ويتبادل الطرفان إلقاء اللوم، فإدارة بايدن تلقي على الجمهوريين في الكونغرس مسؤولية التباطؤ في حسم مسألة رفع سقف الدين، فيما يلقي رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي الجمهوري باللوم على أجندة إدارة بايدن الديمقراطية العالية النفقات في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات مالية وتكافح لخفض الدين البالغ 31.4 تريليون دولار. ويدفع رئيس مجلس النواب الأمريكي بضرورة إجراء تخفيضات في الميزانية الأمريكية خصوصا فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وهو أمر ترفضه إدارة بايدن التي تستعد لخوض معركة انتخابية تحتاج فيها لأصوات الناخبين. وقدم ماكارثي الأسبوع الماضي خطة لزيادة حد الاقتراض بمقدار 1.5 تريليون دولار مقابل خفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 3 أضعاف هذا المبلغ، ورد الرئيس جو بايدن أنه يتوجب على الكونغرس رفع حد الدين دون شروط كما فعل 3 مرات في عهد سلفه دونالد ترامب. لكن حتى إن نجح ماكارثي في تمرير اقتراحه في مجلس النواب فإنه سيتعطل عند وصوله إلى مجلس الشيوخ حيث يحظى الديمقراطيون بغالبية بسيطة. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة إلى ألهام وأميرة. شكرا لك سارة نجيب على هذا العرض.